الجامعة الإلكترونية هي واحدة من الجامعات الناشئة في وطننا الغالي، وهذه الجامعة نشأت ولله الحمد بفروع بثلاثة فروع، والآن ولله الحمد هذا العام هي في 10 فروع. الجامعة دأبت كل عام على إقامة لقاءات تعريفية خاصة بطلابها الجدد وطالباتها الجدد لتعريفهم بأنظمة الجامعة، بإجراءات الجامعة، بآلية الدراسة، بتوعيتهم، بحثهم على الجد والاجتهاد لنيل إن شاء الله بإذن الله الشهادة المأمونة إن شاء الله. بالرغم من يعني صعوبة يعني إقامة مثل هذه اللقاءات وجمع حشود الطلاب والطالبات في أوقات محددة، الجامعة تحرص على إقامة مثل هذا اللقاء في الأسبوع الأول، في اليوم الأول واليوم الثاني من الدراسة في كافة فروعها، وبرعاية وحضور من سعادة مدير الجامعة وإعطاء هذا الأمر الأهمية الكبيرة. حقيقة الطلاب يحضرون للجامعة وهم يعني لديهم كثير من الأسئلة عن نظام الجامعة وآليتها. لا شك أن هذه الجامعة هي جامعة ذات نظام مختلف عن الجامعات السعودية الأخرى، هي جامعة انتظام وجامعة رسمية، ولكن طريقة التعليم فيها تختلف، لا تناسب كل الطلاب والطالبات، إنما تناسب من يستطيع أن يدرك نظام هذه الجامعة ويتكيف مع آليتها. هذه الجامعة لا شك أنها جامعة حكومية وجامعة مهمة، ولكن هذه الجامعة وجدت لتتيح نظام تعليم جديد يخدم شريحة من أبناء الوطن وبنات الوطن لا يستطيعون أن يندرجوا ضمن التعليم العادي. نظام الجامعة لا شك هو نظام يشكل الحضور فيه 25%، وباقي 75% هي حضور افتراضي، الطالب في أي وقت وفي أي مكان يستطيع أن يتعلم. فيما يخص اللي هو اللقاءات التعريفية، الجامعة ممثلة في إدارتها العليا حريصة كل الحرص على الالتقاء بأبنائها وبنات الطالبات على مستوى فروع المملكة، فروع الجامعة السعودية الإلكترونية في أنحاء المملكة. فاليوم احنا موجودين في فرع الجامعة بالدمام، وما شاء الله تبارك الله العدد الحضور يعني كان كبير جدا، عدد الطلبة والطالبات قرابة 1700 طالب وطالبة، وهذا يعطي مؤشر على حرص أبنائنا الطلبة على الاستفادة والاستزادة من هذه المعلومة. طبعا الجامعة السعودية الإلكترونية هي واحدة من الجامعات السعودية المعتمدة المقررة من المقام السامي، وجميع البرامج في الجامعة السعودية الإلكترونية معتمدة كذلك من وزارة الخدمة المدنية، وتتيح فرصة. ميزة الجامعة السعودية الإلكترونية أنها تتيح فرصة لأبناء هذا البلد والمقيمين كذلك للحصول على الدرجة العلمية سواء لمرحلة البكالوريوس أو الماجستير، من خلال اللي هو عدم وجود شروط وضوابط شديدة جدا في القبول، بمعنى أن في مرحلة البكالوريوس لا هناك اختبار قياس ولا هناك اختبار تحصيلي، فقط اللي هو الحصول على الثانوية العامة، ومن ثم يكون التحدي لهذا الطالب أو الطالبة من خلال اللي هو اجتياز السنة التحضيرية. فلذلك السنة الأولى في الجامعة هي سنة تعتبر مصيرية بالنسبة لطالب الجامعة السعودية الإلكترونية، يثبت من خلالها تميزه والاستمراره في الجامعة. من هم غير سعوديين ومن أمهات سعوديات عادة الجامعة تعاملهم معاملة السعوديين. أما ما يخص الأخوة المقيمين والمقيمات، فالجامعة خصصت 5% من المقاعد المتاحة على مستوى الفروع جميعا لالتحاقهم بالجامعة. هم يعني أخوة يعني ساهموا، آبائهم وأمهاتهم ساهموا في خدمة هذا البلد، فالجامعة من خلال اللي هو خدماتها المختلفة تتيح لهم هذه الفرصة للدراسة والحصول على الدرجة العلمية التي يطمحون فيها.